أوه بلال شكرا كتير. الخزن يا مرحبا فيك، أنا زين نور. إذا كنت عم تشوفني أول مرة، باخدك أنا وبلال لنتجول داخل أجمل تحف الفن المعماري في تركيا وحول العالم، وهلأ خلونا نستمتع. بسم الله، وخلونا نبدأ نحكي لكم على الإكساء الخارجي لهي الفيلا. ما شاء الله بتحس كأنك واقف قدام قصر، بالرغم أنه هو هذا النمط الكلاسيك، بس كمان عم يكون لكشري. لاحظ بلال شلون مستعملين الأحجار، بالإضافة لهي الواجهة الزجاجية اللي عم بتدخل إنارة طبيعية للصالة وللفيلا بشكل كامل. هلأ رح نشوفها بعد شوي إن شاء الله من الداخل. في إضافة زين أنه هي الواجهة الزجاجية هي فعلياً مودرن ما الكلاسيك، ولكن هن دامجينها بشكل جداً جميل مع الستايل الكلاسيك مشان يعطي هي الجمالية الرائعة. صحيح، لاحظ حتى بلال فوق كيف عم يكون مقوس الزجاج، يعني هذا المزج بين الزجاج والحجر عم يعطي تفرد خاص لهي الفيلا. هلأ بدنا نفوت ونشوف التفاصيل من الداخل. جاهز؟ يلا بسم الله. اعتمدنا بتصاميم هاي الفيلا بحيث انه نحن ندمج بين المودرن والكلاسيك، فاذا بتلاحظ مختارين الباركيه والسيراميك بحيث انه هو كلاسيك ولكن بتحسه شيء جديد، يعني ما بتحسه شيء قديم. لاحظ بلال ما شاء الله، اول ما دخلت على الفيلا المدخل واسع، عم يكون في انسيابيه، هون عم يكون في الصاله وفوق في غرف النوم. بس قبل ما نحكي على الصاله خلونا نشوف هون المطبخ والاوفيس. على اليسار الاوفيس عم تكون الاضاءه ما شاء الله جداريه، بالاضافه لهي المعلقه عم بتعطينا جو من الهدوء، الواحد يركز. التبريد عم يكون بالسقف، التدفئة أرضية تحت الباركيه، واللي عجبني كمان إنه موقع المكتب بالفيلا مناسب، يعني قريب جدا من باب البيت. إذا إجاك ضيف كان عندك ميتينج مفصول تماما عن الصالون، هي نقطة كتير مهمة. هلأ تعالوا نشوف المطبخ مع بعض. ما شاء الله مساحته جدا واسعة. لاحظ بلال شلون الحركة انسيابية جدا، بالوسط عم تكون طاولة الطعام، جنب الجزيرة يلي عليها هذا البرسلان الأسود، ما شاء الله عم يعطي فخامة جدا للمطبخ. خلينا نحكي شوي على الإضاءة. لاحظوا شلون مستعملين الهيدن لايت بالإضافة للسبوت لايت، وهي المعلقة اللي بالوسط كتير ما شاء الله جميلة، بالإضافة للإنارة الطبيعية اللي عم تجي من هي الواجهة في سلايدنج دور تاخذنا للحديقة والمسبح. ما شاء الله كمان بالنسبة للخزن والمجلة، ما شاء الله شوفوا كمان مستعملين نفس الألوان بالنسبة للبرسلان الأسود، كمان موفقين. أدوات الكهربائية ماركة فرانك الألماني، ماركة ممتازة. الأرضية كمان كلها سيراميك، الألوان الفاتحة عم تعطينا هيك ما شاء الله مساحة جدا حلوة للفيلا. رجعنا هلأ للمدخل الرئيسي للفيلا. ما شاء الله هذا الموزع كتير عجبني بلال، يعني الحركة انسيابية ما شاء الله، هي كمان مستغلين المساحات بشكل جدا واسع. إذا بتتذكر ببداية الفيديو حكينا على هي الواجهة الزجاجية اللي عم بتدخل إنارة طبيعية لكامل الفيلا، ممتدة من الأرض حتى أعلى السقف. حتى شوف بلال هون الكريستال هي المعلقة عم تضيء وسط الفيلا. خليني شارك معك معلومات عن هي الفيلا. مساحة الأرض 500 متر، المساحة الإجمالية 400 متر، 5 غرف وصالة، 5 حمامات، دوبليكس معروضة بمليون دولار. بدي أشكر السيد عبد الرحمن ناجي يلي أتاح لنا الفرصة نجي ونفرجيكم هي الفيلا. وبالنسبة للمعلومات رح أترك لك إياها بالديسكريبشن تحت هذا الفيديو. وهلأ خلونا نفوت على الصالون ونحكي لكم عن التفاصيل يلي موجودة بهذا الصالون. على اليمين من ناحية الدرج قسم الطعام، طاولة عم تتسع تقريبا لعشر أشخاص، فوق عم يكون معلقة من الكريستال، وراها في قنصل ومراية هيك حلوة كتير ما شاء الله. دائما المرايا بتعطيك مساحة وبتعطي جمالية ولكشري للمكان اللي هي فيه. خلينا نحكي شوي على الإضاءة بالنسبة للصالة، مستعملين سبوت لايتس على الداير بالإضافة للهيدن لايت. ما شاء الله الفرش كتير مريح والله جدا. وبالصدر عم يكون في شاشة تحت شيمينيه، ولاحظ بلال شلون مستعملين الألوان الذهبية، وهذا اللون الذهبي أنا كتير بحبه، هيك بيعطي فخامة للمكان اللي هو فيه. في شغلة كمان زين انه عم يكون الفرش هذا كلاسيك وغالطين فيه كأنه المودرن حسب ما عم نشوف، يعني شوف مثلا الإيدين هدول تبع الكنبايات عم يكونوا كلاسيك بس الكنباية بنفسها مودرن هي. صحيح بالضبط، يعني هذا الشيء اللي يعني مميز بهي الفيلا. حتى بلال لاحظ هون السلايدنج دور هذا اللي بياخذنا على الحديقة وبياخذنا على المسبح، خلونا نروح نشوفه مع بعض. ما شاء الله والله يا بلال، نحن اليوم محظوظين بفضل الله عز وجل، الجو مشمس جدا. هلا نحن بالحديقة الخارجية، على اليمين في جلسة هون والمسبح.
يعني الحديقة ما هي كبيرة، ململمة بس حلوة يعني. والله يا زين اشرح لنا بس شو يعني ململمة. ململمة يعني صغيرة، هي اللهجة الشامية. أيضا بلال في نقطة كتير حلوة، أنت وهون مثلا عم يسبح الواحد أو جالس بهي الحديقة عم تكشف البحر مرمرة، تقريبا 700 متر نحن بعيدين عن البحر. وبالإضافة في عنا عم يكون خدمات عامة بحيث أنه أي شخص ساكن بهذا المشروع بإمكانه يستخدمه، هون عم يكون المسبح اللي هو مسبح عم يكون عام، بالإضافة أنه في عنا نادي رياضي، غرفة ساونا وغرفة بخار، طبعا في أوقات خاصة بالرجال أوقات خاصة بالنساء، وعنا عم يكون في ملعبين، ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة. واللي بيميز الأشخاص اللي بتسكن بهي الفيلا، واحد أنه هي ساكنة خلينا نقول بمنطقة جدا هادية بعيدة عن ضجيج المدينة وقريبة على شط البحر، المنطقة كتير هون هواها حلو وصحي ونظيف. هلأ بعد ما شفنا الحديقة شو رأيكم نطلع نشوف غرف النوم؟ يلا بسم الله. ما شاء الله الدرج كله رخام مضاء بالكامل من تحت، هيدن لايت، إضاءة مخفية بالإضافة للإضاءة الجدارية على اليمين وعلى اليسار. شوف فلال ما شاء الله وقت تكون هاي المعلقة كريستال ومضاءة بشكل كتير جميل عم تعمل انعكاسات على الحوائط. هلأ طلعنا للطابق الثاني، هي الفيلا عبارة عن دوبلكس، طابق الأرض اللي شفناه والطابق الثاني فيه 4 غرف نوم، خلونا نشوفهم مع بعض. هلأ على اليسار هون في عنا غرفة الغسيل ومكان للكوي، معه عم يكون في أماكن للتخزين نايس. وبالصدر في عنا غرفة النوم الثانية، ما شاء الله أكثر شيء عجبني هي الإضاءة الكريستال، غرفة واسعة مع حمام الخاص، أرضية سيراميك، هيدن لايت، عم يعطي جو من الاسترخاء. هي بالنسبة للغرفة الأولى، تعالوا نروح نشوف الغرفة الثانية. على اليسار حمام خاص مساحته كبيرة، الخزن عم تكون على الحائط، وفي عنا بلكون مطل على البحر، ما شاء الله من شدة الشمس ما عم أقدر أشوف ما شاء الله. حلوين كتير. هلا تعالوا نكمل ونشوف الغرفة الثانية بهذا الطابق، وجنبها مباشرة الغرفة الثالثة ما شاء الله كمان مساحتها كبيرة، على اليمين حمام خاص، في كل غرفة بهي الفيلا بلال عم يكون معها حمام الخاص، هاي كمان نقطة حلوة ما شاء الله. كمان هون الخزن لاحظ بلال كمان عم تكون مسكات الخزن ذهبية، وكمان أيضا الديكور اللي ورا السرير مباشرة هدول مستعملين فيه خطوط الذهبية، كمان حلوين ما شاء الله، عم تدل على الفخامة. أوه بلال شكرا كتير. يلا تعالوا نروح نشوف الغرفة الأخيرة بهذا الطابق، الماستر روم. بلال أنت مبسوط أنا وحامل باقة الورد. على كل حال هلأ وصلنا للماستر روم، بس اسمح لي بلال حطه على جرب مشان نشرح لهم تفاصيل هي الغرفة، ما شاء الله كتير واسعة يعني. يلي عجبني أنه مستغلين المساحة هون عاملينها لتبديل الملابس. شوف شلون هون بلال على اليمين وعلى اليسار في خزن على الحيطان، وجوا الحمام الماستر مساحته جدا واسعة، في خزن بالإضافة كمان نافذة بتدخل الضوء للحمام. خلينا بلال نشوف القسم الخاص بالمنامة، مكانه مناسب بوسط الغرفة، وراه عم يكون في مخمل تحته في هيدن لايت، هيك بيعطيك شعور بالاسترخاء وبنفس الوقت فخامة يعني. وهون جنب التخت في هي القنصل عليها مراية جدا حلوة، اللون الذهبي هو الطابع اللي طاغي بهي الفيلا اللي بدل على اللكشري. وهون في كنبة جنبها هي الطاولة، وقت الواحد يفيق الصبح بيشرب فنجان القهوة ويستمتع بإطلالة البحر من هون، انت من غرفة النوم بيكشف البحر بشكل كامل، بالإضافة في بلكون خاص بهي الغرفة. بتمنى أن استمتعت معي بهي الجولة، حاولت أنا وبلال نفرجيك أجمل التفاصيل بهي الفيلا. اشترك بالقناة حتى توصلك كل الفيديوهات، وبتمنى منك تعلق لي أسفل الفيديو شو أكتر شيء عجبك بهي الفيلا. كان معك زين نور، وبشوفك في البيت القادم. سلام.